السلام عليكم ورحمة الله. هنراجع النهاردة مع بعض الدرس الثاني، والدرس الثاني بعنوان تركيب المادة. هنجمع مع بعض أهم المصطلحات العلمية في الدرس الثاني. أول حاجة عندي الجزيء، أول مصطلح عندنا الجزيء، والجزيء هو أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد فيه حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة. أي مادة تتكون من مجموعة من الجزيئات، الجزيء بيكون أصغر جزء من المادة وتوجد في حالة انفراد وتتضح فيها خواص المادة. تاني حاجة عندنا المسافات البينية أو المسافات الجزيئية، والمسافات الجزيئية هي الفراغات الموجودة بين جزيئات المادة الواحدة. بعد كده قوة تماسك الجزيئية، وقوة تماسك الجزيئية هي القوة التي تربط بين جزيئات المادة الواحدة. الانصهار هو عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالحرارة. التصعيد هو تحول المادة بالحرارة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. هنشوف مع بعض المصطلح اللي بعده، العنصر. والعنصر هو أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة. يبقى أقل صورة نقية توجد عليها المادة هو العنصر. وعندي عنصر زي الألمونيوم، زي عنصر الحديد، زي عنصر الكربون، مجموعة من العناصر وهي أبسط صورة نقية توجد عليها المادة. صح. اللي بعده المركب. والمركب هو مادة تنتج من اتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة. ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة، زي جزيء الماء بيتكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. جزيء الماء مركب لأنه بيتكون من أكثر من ذرة. هنعرف مع بعض خواص الجزيئات، خصائص الجزيئات للعناصر. عندي ثلاث خواص الجزيئات، في حالة حركة مستمرة يوجد بينهما مسافة بينية أو مسافة جزيئية، يوجد قوة تماسك بين الجزيئات بسميها قوة تماسك الجزيئية. هنقارن بين جزيئات المادة في الحالات الثلاثة. الحالة الصلبة زي ما احنا شايفين كده حركة الجزيئات بتكون حركة اهتزازية، بينهم مسافة صغيرة جدا وبالتالي قوة التماسك بينهم بتكون كبيرة، لذلك المادة الصلبة بتظل محتفظة بشكلها وحجمها. نيجي للمادة السائلة، زي ما احنا شايفين حركة الجزيئات بتكون حركة كبيرة نسبيا، قوة التماسك بينهم بتكون ضعيفة، المسافة الجزيئية بينهم كبيرة نسبيا، لذلك تحتفظ بحجمها لكن لا تحتفظ بشكلها، شكلها بيأخذ شكل الإناء الحاوي لها. الحالة الغازية، حركة الجزيئات حركة كبيرة جدا وحركة عشوائية، وقوة التماسك تكاد تكون منعدمة، والمسافة بين الجزيئات كبيرة جدا. بعد كده جزيء العنصر، وجزيء العنصر يتركب من نوع واحد من الذرات المتماثلة، يكون ذرة أو أكثر من الذرات المتماثلة. هنصنفهم مع بعض، هنصنف جزيئات العناصر تبع للحالة الفيزيائية وعدد الذرات المكونة لها. نشوف مع بعض تصنيف جزيئات العناصر. هنشوف جزيئات العناصر لما تكون في حالة صلبة، في حالة سائلة، وفي حالة غازية. في الحالة الصلبة بيتكون من ذرة واحدة، يبقى الحالة الفيزيائية حالة صلبة، عدد الذرات ذرة واحدة زي الحديد، عنصر الحديد، الكبريت، الألمونيوم، الكربون. أما الحالة السائلة فهما عنصران فقط، عنصر بيتكون من ذرة واحدة وهو جزيء الزئبق، والجزيء الآخر هو جزيء البروم وهو يتكون من ذرتين. أما الحالة الغازية هما 11 عنصر، منهم بيتكون من ذرة واحدة وهي الغازات النبيلة أو الغازات الخاملة، وعددهم 6 غازات: الهيليوم، النيون، الأرجون، الكريبتون، الزين. والخمسة الآخرين هما بيتكونوا من ذرتين وهما الهيدروجين، النيتروجين، الأكسجين، الفلور، الكلور. نشوف مع بعض جزيئات المركبات، جزيء كلوريد الهيدروجين، وجزيء كلوريد الهيدروجين بيتكون من ذرتين مختلفتين، ذرة كلور وذرة هيدروجين. يبقى جزيء كلوريد الهيدروجين بيتكون من ذرتين غير متماثلتين، كلور وهيدروجين، نسميه جزيء كلوريد الهيدروجين. جزيء الماء وهو جزيء يتكون من 3 ذرات، ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين، 3 ذرات غير متماثلة، 2 هيدروجين وواحدة أكسجين. أما جزيء النشاد هو بيتكون من 4 ذرات، ذرة نيتروجين وثلاث ذرات هيدروجين، جزيء النشادر أو الأمونيوم.
أهم التعليلات في الدرس الثاني. رقم 1، انتشار رائحة العطر في أرجاء الغرفة عند طرق زجاجة مفتوحة. الإجابة: لأن جزيئات العطر تنتشر في أرجاء الغرفة محتفظة بخواصها. إحنا قلنا إن الجزيء يوجد في حالة انفراد وبيتضح فيه خواص المادة. جزيئات العطر بتنتشر في أرجاء الغرفة محتفظة بخواص العطر. رقم 2، ليس للغاز حجم أو شكل ثابتين، لأن المسافات البينية بين جزيئات الغاز أكبر ما يمكن، وقوة التماسك بينهم بتكون كبيرة أو تكاد تكون منعدمة، فبالتالي بينتشر الغاز في كل مكان. رقم 3، يصعب تفتيت قطعة من الحديد باليد. من الصعب تفتيت قطعة من الحديد باليد، لأن الحديد مادة صلبة، وبالتالي قوة التماسك بين جزيئاته بتكون كبيرة جدا. السؤال الرابع، تحول المادة الصلبة بالحرارة إلى سائلة. عند تسخين المادة الصلبة، تكتسب جزيئاتها طاقة حرارية، فبالتالي تزيد سرعتها، وعند درجة الانصهار تضعف قوة تماسك الجزيئات بينهم، فتتسع المسافة البينية، المسافات البينية بين الجزيئات تكبر، وتتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. نقولها تاني مع بعض. ليه المادة الصلبة بتتحول بالحرارة إلى سائل؟ لأنه عند تسخين المادة الصلبة الجزيئات بتكتسب طاقة حرارية، فبالتالي اكتسبت طاقة هتزيد سرعتها. عند درجة الانصهار تبتدي تضعف قوة التماسك الجزيئية، فتتسع المسافات البينية، وبالتالي تتحول إلى المادة السائلة. أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول، اكتب المصطلح العلمي. 1، أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة. 2، العنصر السائل الوحيد الذي يتكون جزيئه من ذرة واحدة. 3، مادة لا شكل متغير وحجم ثابت. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية. 1، من خواص الجزيئات، عايزة 3 خواص للجزيئات. 2، عند درجة الانصهار تضعف، نقط فتزداد نقط بين جزيئات المادة. 3، جزيء الهيدروجين جزيء نقط، بينما جزيء النشادر جزيء نقط. السؤال الثالث، علل لما يأتي. انتشار لون برمنجانات البوتاسيوم البنفسجية عند وضعها في الماء. 2، حجم مخلوط من الكحول والماء أقل من مجموع حجميهما قبل الخلط. 3، اختفاء السكر عند إذابته في الشاي. وبكده تبقى انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.